السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله رح نعمل حلو بالفستق مع بعض. هون زي ما بتشوفوا عندنا فستق. أنا دائما بفضل إني أحمر الأشياء بدون زيوت، يعني ما بفضل إني أقليه في الزيت. هيك أنا محمراه في الفرن وخليته طبعا يبرد. هون عندي حوالي 250 جرام من الفستق اللي هو كنغرولي في المغرب كاوكاو، شايفين؟ وهون عندي 200 جرام من البسكوت، يعني هاي فيها 150، وهون شوي اللي عندي هذا حوالي 50 جرام، يعني هون عندي 200 جرام. وأساس هاي البسكوت مع الفستق اللي هي الشوكولاتة البيضاء، وأنا اليوم حبيت أوريكم هذا النوع لأنه كتير كويس. هون النوع هذا بيكون فيه حوالي 250 جرام، يعني بدي أستخدم واحدة كاملة، وبدي أزيد عليها كمان حوالي 100 جرام واحدة تانية، يعني الحلو تبعي بده تقريبا 350 جرام من الشوكولاتة البيضاء. كمان اليوم رح تشوفوا الحلو تبعي بنكهة نسكافيه. هون ممكن انه نعوض نكهة نسكافيه بنكهة الكراميل مثلا، اكتر اثنين بيزبطوا عليه اللي هي نكهة الكراميل ونكهة نسكافيه. ورح نشكله ان شاء الله في هدول القوالب تبقى السيليكون زي ما بتشوفوها عندي اياها بشكلين. هلا اول اشي راح اعمله اني راح ادوب الشوكولاتة. وهون زي ما بتشوفوا اني بس هيك بيسهل علي انها تدوب. هون بدي اوريكم انه بالشكل هذا بنحسب 3 حبات 100 جرام، 3 حبات الثانية 100 جرام واحدة ثانية، وهون حبة ونص تعطينا تقريبا 50 جرام، يعني أنا راح أزيد هاي 100 جرام، هاي راح أزيد أدوبها مع 250 جرام عشان يصير عندي 350 جرام. وهاي قطعت كل الشوكولاتة عندي، وهلأ راح أحطها على حمام مائي يعني بخار، تدوب على البخار وبعدها راح نشتغل فيها. هون زي ما بتشوفوا راح أخذ الفستق راح أطحنه، راح أطحنه كويس، وحتى البسكوت راح أطحنه. هون اللي راح تشوفوا إنه أنا طحنته جيدا لحتى إحنا كنقولي بده يخرج الزيت دياله، شايفين؟ يعني أنعم إشي عندي. بكمل باقي الكمية. هون اللي بتشوفوا انه زي ما قلت لكم طحنته جيدا الى ان يبدا يطلع الزيوت تبعه. هلا راح اطحن البسكوت، ممكن اطحنه وممكن احطه في كيس واهرسه. هون مثل ما بتشوفوا هاي البسكوت طحناه، طبعا البسكوت بضلوا فيه حبيبات بسيطة مش مشكلة، بس الأغلب تبعه ناعم. وهون عندي الفستق اللي هو الكاوكاو، شايفين كيف؟ شايفين هذا جاي شوي بيعلك، يعني طلق الزيوت تبعه. البسكوت ناشف. هلأ مع الشوكولاتة البيضاء رح نخلط كل المكونات طبعا، مع إضافة كمية من النسكافيه رح تكون قد هيك. رح أدوبها، رح أخليها زي ما هي. هون زي ما بتشوفوا هذه الشوكولاتة عندي، الصراحة نوعية رائعة لأنه الشوكولاتة البيضاء أحيانا بتتكتل زي ما انتو شايفين. أول إشي أنا راح أعمله إني راح أضيف النسكافيه على الشوكولاتة، شايفين؟ ضفت النسكافيه على الشوكولاتة، هون راح تطلق النكهة وهون راح تدوب. طبعا الآن برد، يعني لازم نشتغل بسرعة، وإذا الشوكولاتة بدأت تدوب بنرجع بنخلي تحتيها بخار الماء. شايفين معايا كيف النسكافيه بتدوب بالشكل هذا؟ أنا بحرك هي راح تاخذ القوام تبعها. أول حاجة راح نضيفها، راح أضيف الفستق، هو كان المفروض أخلطهم مع بعضهم بس مش مشكلة، راح أمشي بالشكل هذا.
اني افتح عبات الفستق كلها في الشوكولاته. شايفين؟ هون مثل ما بتشوفوا، بمجرد ما حسيت انه الشوكولاته عندي راح تبدا تتقل، رجعتها على حمام البخار، والان راح اضيف عليها البسكوت. طلعوا بالشكل هذا واحرك. واحرك، اذا في برجعها لحمام البخار مره ثانيه. بالشكل هذا. وكذلك اضلني احرك لما ينسجموا مع بعض. الخليط لو زودناه شوكولاته كمان، يعني بدل ما نعمل 350 غرام كان ممكن نعمل 400 غرام، راح يكون سائل اكثر من هيك، بس هو بالنهايه راح يجمد، راح يجمد لانه هي شوكولاته. فالان هو بيجمد معي بسرعه بسبب البرد. ابدا اعبي في القوالب. طبعا زي ما قلت الجو بارد، بسرعه بتجمد، فاحنا بدنا نحاول على قد ما نقدر انه نسرع واحنا بنشتغل فيها. اللي راح يتساءل عن الطعم، الطعم جدا طيب. البسكوت حلو، يعني ما بتحتاج سكر، البسكوت فيه طعمه، والفستق بيعطيها توازن جميل. هون زي ما تشوفوا خلصت اول واحد، بهززه عندي شوي، بحطه هون على جنب. هذا الخليط رجعته شوي على البخار عشان يسيح عندي، وهلا راح اكمل باقي القوالب عندي. هون زي ما بتشوفوا هذا القالب الثاني عندي بالشكل هذا. ضل عندي اشي بسيط من الخليط راح اعمله في قوالب تانية، وهلا راح خليها تبرد بعدين نقلبها مع بعض. هون مثل ما بتشوفوا الحبات عندي بردوا، هلا بنشيلهم مع بعض. هذا شكل الحبة، ما شاء الله جد جد نوع حلو جدا، راقي وطيب ومش مكلف كتير. يعني هي الشوكولاتة اللي شوي، بس كمان سعرها مش كتير يعني غالي. احنا عملناه هذا شكله كتير طيب كمان. بيطلع شكلها من السيليكون كتير حلو. حبوب النسكافيه في الشوكولاته البيضاء، يعني مش كلها دابت، برغم ان الشوكولاته كانت ساخنه مش كلها دابت. فاللي بيحب انه يدوب نسكافيه عشان ما يضل له يعني نقط منها، بس انا حتى بشكلا حبيتها، ممكن يدوبها بعدين يضيفها عليهم، او يضيف نكهه الكراميل زي ما قلنا. هون زي ما حب اوريكم انها هون اعطتني 30 حبه، وخمس حبات من هاي نوعية، يعني من هذا القالب تبع السيليكون، عملت لي خمس حبات، يعني بتعطي حوالي 35 حبة. هذا القالب بيجي شكله هيك، فكان هيك، فما شاء الله. احنا كنقول لك يعني بتخرج كمية كويسة. هاي القوالب اذا عبيتوه كتير بيطلع هيك عالي وحلو.
اذا كان في شوي انه ما تعبى كتير بيجي هذا الحجم تبعه. يعني بس بدي اوريكم اذا عبينا القالب كتير واذا ما عبينا. بصراحة انا بفضل هذا، بفضل اني ما اعبي القالب كتير ويجي للنهاية، لا بفضل انه يكون بالشكل هذا. وهون نسكافيه طبعا كفكرة ممكن كمان نضيف فيها حبوب الشوكولاتة وهذا شكلها. ممكن هون نعبيها نوتيلا اذا حبينا، بس انا ما رح اعبيها نوتيلا، بدي اخليها بالشكل هذا وبدي اقدمها بالشكل هذا.